الله وبركاته، ونشكر لكم تواجدكم اليوم الجميل في جامعة خليفة. جامعة خليفة الحمد لله تفتتح اليوم أكاديمية الأمن السيبراني بالشراكة مع مجلس الأمن السيبراني، أكاديمية جدا جميلة تحوي في طياتها كثير من البرامج الرئيسية اللي اليوم نشوفها نحن مهمة لتعزيز ثقافة الأمن السيبراني، وتتراوح بين التخصصات التقنية اللي تأخذ فيها بعض الشهادات العلمية المعرفية العالمية بأفضل الممارسات العالمية أيضا في ذلك، وأيضا شهادات أكاديمية متوفرة أيضا في الجامعة نفسها. فأهمية أن نرفع من وعي اليوم الأمن السيبراني لجميع شرائح المجتمع، هذا من أهم النقاط الرئيسية اللي اليوم الحمد لله شراكتنا مع جامعة خليفة في ذلك. اليوم شفنا الجرائم أيضا تنتشر بانتشار التقنيات الحديثة، شفنا التحول الرقمي، شفنا الذكاء الاصطناعي، شفنا كثير من البنى التحتية الرئيسية اللي أيضا تعتمد على التقنيات الحديثة. أهمية حماية هذه البنى، أهمية حماية ورفع ثقافة وتعزيز اليوم الأمن السيبراني، لأن يكون هنالك خط الدفاع الأول هو المجتمع، هو الطلاب الحمد لله اليوم اللي شفناهم هني، وشهدنا أيضا مسابقة في الأمن السيبراني ومبارزة في عملية اليوم محاكاة لبعض التهديدات السيبرانية، والحمد لله رب العالمين تم تكريم أيضا الأوائل في ذلك. هم الصف الدفاع الأول وهم من نحول عليهم اليوم في كثير من هذه الحمد لله الرصد، بالإضافة إلى التصدي للهجمات السيبرانية. فجامعة خليفة قامت بهذا، والله يعطيهم الصحة والعافية في رفع اليوم مكانة الأمن السيبراني أيضا وثقافة الأمن السيبراني في جميع شرائح المجتمع. احنا اليوم سعيدين بافتتاح واطلاق أكاديمية جامعة خليفة للأمن السيبراني. الأكاديمية هذه امتداد لجامعة خليفة، جامعة خليفة طبعا الجامعة الأولى على مستوى الإمارات، جامعة متخصصة في المجالات الأكاديمية العلمية مثل الهندسة، مثل العلوم والعلوم الصحية. حبينا أيضا نضيف مجالات أخرى في التعاون مع جهات معنية مثل مجلس أبوظبي، مجلس الإمارات للأمن السيبراني. الفكرة اليوم أن إحنا نقدر نعطي برامج متخصصة لمؤسسات، لموظفين، لشرائح المجتمع، بحيث أنها تكون أقوى في حماية نفسها وحماية مؤسساتها وأنظمتها ومعلوماتها القيمة اليوم اللي موجودة في الكلاود أو الموجودة في أجهزة السيرفرات. اللي احنا عارفين في النهاية أن الأمن السيبراني مهما حاولت تحطين خطوط دفاع قوية له، في النهاية يرجع للشخص. إذا الشخص كان مثقف، عارف الخطورة اللي عليه، عارف نوعية التهديد، قادر يقاومه وقادر يحط الحلول، إذن عندنا المنظومة للأمن السيبراني تكون قوية. وهذا الهدف من إطلاق الأكاديمية داخل جامعة خليفة لخدمة مجتمع إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بجهة عامة.